لا لدورة السابعة. بسم الله الرحمن الرحيم، يشرفنا في هذا اليوم الكبير في ذكرى المسيرة الخضراء باسم رئيس النادي وجميع مكونات المكتب المسير لاختتام نسخة كأس دكالة النسخة السابعة. كما نخص بالشكر الكثير لكل من ساهم من بعيد أو من قريب لإنجاح هذه التظاهرة الكبرى. نخص بالذكر السلطات المحلية في شخص السيد عامر الحكيم جديدة والسيد باشا جزاهم الله خيرا ونحب السيد الكاتب العام والحضور الكريم في إنجاح هذه التظاهرة الكبرى. لأن يقدموا لعامل صاحب الجلالة الجمعية البحرية من مدينة الجديدة دائما رائدة في هذا المجال على الصعيد الوطني كما على الصعيد الدولي، حيث تحتل دائما المراتب الأولى في جميع الأصناف في صنف التفاؤل وصنف لازير وصنف لازير راديال واللازير 4.7. وفي هذه السنة في 2013 تم تسليم الجائزة الأولى للجمعية البحرية الجديدة، كما شاركت في هذه التظاهرة جميع الأندية المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للزراعة في كل من أكادير والمضيق وأسفي ومدينة تطوان ومدينة الرباط، وكما نشكر الجمعية البحرية المساهمة من بعيد أو قريب في إنجاح هذه التظاهرة الكبرى. هناك السي حروقة على سير الجمعية هذه الجديدة في المنتخب الوطني. فيما يخص المنتخب الوطني، المنتخب الوطني يتكون من 9 أفراد على جميع الصعيد الوطني، منهم 5 أبطال من الجمعية البحرية الجديدة، 5 أبطال يشكلون النواة الأساسية للفريق الوطني، حيث في هذه السنة في سنة 2013 شاركوا في تظاهرتين، التظاهرة في كأس إفريقيا للأمم بمدينة تونس واحتلوا المرتبة الرابعة. في الكأس العربية التي نظمت بمدينة الكويت في دولة الكويت حيث احتلوا الرتبة الثامنة، وهذه التظاهرة الكبرى شاركت فيها جميع الدول العربية. كما أن مدينة الجديدة تعد رائدة في صنف الزوارق الشراعية على المستوى الوطني والمستوى العالمي. وشكرا. صفحة الدورة السابعة مضيق كانت بطولة وطنية اللي كانت كوب كأس المسيرة. كأس المسيرة حصلتي على المرتبة الثالثة وفي كأس الوكالة ديال هاد النهار هذا حصلتي على المرتبة الثانية. المرتبة الثانية شمن نوع؟ صف أوبتيميز. واش كتمنى توصل؟ كنتمنى نزيد في المستوى. كاين شي بطل قدامك كتعرفو باغا دير بحالو؟ لا كاين بزاف. قولي شي اسم. كاين مروان كرم. كيفاش مشيتي لهذ الرياضة هذي؟ شكون اللي قال لك مارس هذ الرياضة؟ دابا أنا كنت مريض ضيقة، هاد الرياضة كانت والمت ليا نفسي. الرياضة البحرية. نعم الرياضة البحرية. دابا مزيان صحيتي. إذا كتنصح دابا اللي عندهم الضيقة يديروا هاد الرياضة. كتعرفي شي اسم الابطال؟ مروان كرم. انت بغيتي هاد الرياضة حتى دار اخوك ولا بغيتيها انت بوحدك؟ بغيتها بوحدك. شاركتي في شي مضيق؟ دوري ديال المضيق؟ شنو هي الرتبة؟ حصلتي عليها؟ 27. وهاد النهار حصلتي على الرتبة الثانية.